الآن مشاهدين أعزاء في هذه المرة ونفس الزبدور ونفس العمل بالنسبة لهذا التنبات التي قمت بتنباتها بالعقيق. بالنسبة لهذه هذه الرشمة من القيطان الصقلي، فهي تم عملها بالخياطة بالماكينة، والآن أقوم بتنبالها لأحيط بها بهذه الطريقة. حسب ما تشاهدون معي أيها الأحباب، قمت بدوران هذا الرشامات كليا، والآن أريكم كيفية وصول هذا. إذن هذا هو الجبادور لفتاة صغيرة، هذا هو إذن العقاد بالصقلي، ثم هذا التنبات بالعقيق، ها هي العتفة، هذه هي العتفة، هذا هو الكمام حسب ما ترون معي الكمام، بعد انتهاء الفينيسيو نقوم برتق هذا الكم بالماكينة. والآن أقوم بوضع الضرس المتصل البلدي في الكول، فمشاهدينا الكرام هذا هو آخر عمل في هذا الجبدور، أضع ضرس متصل.
الله لتروق التنبات لكفتان. هذا ما يخص مناسبات الأعراس. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.